السلام عليكم أخوتي الكرام، أسعد الله مساءكم. معكم عمار السعود في مناقشة لكتاب الفيزياء المستحيل للكاتب والعالم ميشو كوكي. هذا الكتاب الرائع الجميل إن شاء الله اليوم راح نتكلم فيه في إيجاز في مناقشة رائعة وقيمة جدا. أولا دعونا نتكلم عن ميشو كوكي. هو عالم أمريكي من أصل ياباني، حصل على جائزة نوبل في النظرية الأوتار الفائقة، في نظرية الأوتار الفائقة. كتب هذا الكتاب عام 2008 وترجم إلى اللغة العربية عام 2013. بدأ ميشو كوكي كتابه بجملتين رائعات، دعوني أقرأها على مسمعكم. أي شيء غير مستحيل فهو ممكن، وإن لم تجرب السخف فلن تعرف المستحيل. بداية ميشو كوكي عرف المستحيل بأنه شيء نسبي. كيف يعني شيء نسبي؟ شيء نسبي بمعنى أنه المستحيل يعتمد على المكان والزمان الذي يقال فيه. وقد أتى بمثال رائع جدا، حيث ذكر قصة، إحدى قصص الخيال العلمي لكاتب فرنسي مشهور، تحدث عن باريس عام 1863 وهو الوقت الذي كتبت فيه هذه الرواية، وما التغيرات التي سوف تطرأ على باريس عام 1960. وقد ذكر ناطحات السحاب والاتصالات والسيارات التي تعمل على البنزين التي كانت تعتبر من المستحيلات عام 1863. أما بخصوص مستحيلات ميشو كوكي، فميشو كوكي قسم المستحيلات إلى ثلاث أقسام. القسم الأول تقنيات مستحيلة اليوم، وهي المستحيلات اللي ممكن تحدث في هذا القرن أو في القرن القادم. أمثلة على ذلك الحجب عن الرؤية، والروبوتات، والسفن النجمية، ومضاد المادة، والأكوان المضادة. فعليا هذه الأشياء أو هذه الأمثلة من لحظة ما كتب ميشو كوكي هذا الكتاب إلى اليوم حدث فيها تغيرات وتطورات رائعة جدا. أما التقنيات الثانية أو المستحيلات الثانية، فهي المستحيلات التي تقع على حافة معرفتنا للفيزياء. مثال على ذلك السفر بسرعة أكبر من سرعة الضوء، أو السفر عبر الزمن، أو الأكوان المتوازية. والمستحيلات الثالثة كانت مستحيلات تناقض الفيزياء المعروفة الآن. وفعليا إن حدثت هذه الأشياء فإنها سوف تحدث إن حدثت هذه الأشياء فسوف يحدث تغيير كبير في مفهوم الفيزياء وفهمنا لهذا الكون وفهمنا للعالم كامل. مثال على ذلك الآلات دائمة الحركة. الجميل في كتاب ميشو كوكي الأسلوب القصصي الرائع السلس، حيث كان يربط التقنيات والمستحيلات مع قصص خيال علمية وأفلام خيال علمية وأفلام كرتون، وربط هذه الأشياء بحيث يطلع الكتاب بقيمة رائعة وسلسة جدا وجميلة جدا. رغم روعة الكتاب كامل، لكن ما لفت انتباهي في هذا الكتاب هو الخاتمة الأجمل، حيث تحدث في الخاتمة عن مستقبل المستحيل. ما معنى كلمة مستقبل المستحيل؟ حيث أخذ آراء بعض العلماء، كل عالم حسب الوقت اللي هو كان موجود فيه أخذ بعض الآراء لهم عن المستحيل وما الأشياء المستحيلة التي ممكن أن تحدث. أولا تكلم عن مايكلسون وهو عالم فيزيائي أثبت عدم وجود الأثير، أي بمعنى أن الضوء لا يحتاج إلى وسط ناقل في تجربة مشهورة جدا. قال إن الفيزياء ختمت، هذا الكلام عام 1894. عام 1894 قال مايكلسون إن الفيزياء قد ختمت. ولكن الطريف في الموضوع عام 1900، أي بعده بست سنوات، أتى العالم ماكس بلانك
ووضع حجر الأساس لفيزياء الكم. الشخص الثاني اللي أخذ رأيه اللي هو الفيلسوف الفرنسي أوغين سكونت، حيث قال: لن نتمكن من معرفة مكونات النجوم، لكننا الآن نعرف مكونات النجوم ونعرف مكونات الكواكب عن طريق استخدام التحليل الطيفي للأشعة المرئية. وأخيرا تحدث عن لورد كلفن، وهو شخص مشهور فيزيائي مشهور، قال: إن الطائرات مستحيلة وإن أشعة إكس راي مستحيلة. أما بخصوص الطائرات فنحن الآن في عالم الطائرات، في وقت الطائرات، في أوج الطائرات. أما بخصوص أشعة إكس راي فكل آلات التصوير في المستشفيات فهي تعتمد على الإكس راي فعليا. في الختام أوعدكم برحلة شيقة مع هذا الكتاب، مع قصص الخيال العلمي الرائعة الموجودة فيه، مع كثير من المقولات لبعض العلماء المشهورين، كثير من المعرفة، كثير من العلم. أتمنى أني أكون أوجزت هذا الكتاب بما يوفيه حقه، وأتمنى أنكم تشتركوا معنا على قناتنا على اليوتيوب محبين الفيزياء، ولكم مني كل الاحترام والتقدير. يعطيكم العافية.